هذا أقوى السالفة بلعبة بلاك ميث ووكون، ويخلي الأتاك عندك يوصل 249. شلون الأتاك يكون كذي عالي ولا أي سيف ثاني يوصل هالرقم؟ لأنه هو يزيد الأتاك عندك بناء على الدفاع اللي عندك، يعني كل ما زودت الدفاع يزيد الهجوم عندك. كانت تحصل عليه أول شيء لازم تبلش من شابتر 2، راح تجمع 6 من البودا آي بولز، بعدين تروح روك كلاش بلاتفورم، في بوس لازم تتغلب عليه، بعدين تقدر تصنع أول نسخة من الستاف. بعدين تروح شابتر 5 في كذا بوس لازم تتغلب عليه، الأول بتروح له من عند هالنقطة وتمشي بهالدرب. الثاني بتروح له من هني. والثالث بيكون بعد كم خطوة من الثاني. بعد ما تتغلب عليهم تقدر تصنع النسخة الثانية، والنسخة الثالثة والأخيرة بتكون لما تختم اللعبة وتبلش تختيمة جديدة.